سهلا. وأيضا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ إسماعيل دبش، أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. وعبر تقنية سكايب الأستاذ رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف سويسرا، أهلا بك سيدي. مرحبا مرحبا بك. إذن بداية أستهل نقاش رفقة السيد أحمد كروش الخبير الأمني. بداية أستاذ، تعليقكم على التطورات الأخيرة بمالي، خاصة أيضا بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت أمس كل من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون. شكرا على الاستضافة وأهلا بك وبضيوفك وبمشاهدي قناة النهار. نعم، هناك اهتمام مشترك بين الجزائر وفرنسا، والسيد ماكرون كل مرة يعني يهتف إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويتبادلان الوضع يعني في ليبيا وكذلك في مالي، لأن فرنسا كما هو معلوم هي موجودة في ليبيا وكذلك موجودة بقوتها في أرض مالي بقوة فرخان، وبالتالي هناك يعني اهتمام مشترك. الجزائر يهمها استقرار مالي واستقرار ليبيا وأمن البلدين، لأن أمن البلدين هما من أمن الجزائر، وكذلك دراسة التطورات ويعني على الأقل كيفية إرجاع الأمن والاستقرار لهذين البلدين الجارين اللذان يعني تشاركهما الجزائر حدود طويلة جدا، وكذلك فيه يعني تقارب عائلي ويعني تداخل قبلي ويعني علاقات تاريخية بين الشعبين سواء الشعب الليبي أو الشعب المالي، وبالتالي ما يجري في مالي وما يجري في ليبيا فهو يهم الجزائر، وبالتالي يجب أن تكون دائما في صدارة الأحداث أو مطلعة على الأحداث. وأن السيد رئيس الجمهورية من يوم تنصيبه أكد على أن الملف الليبي والملف المالي يجب للجزائر أن يكون لها صوت وصوت عالي، وأن لا يكون هناك أي حلول يعني سواء في ليبيا أو في مالي من أطراف أخرى والجزائر يعني غائبة عن هذين الملفين، بل الجزائر دائما الآن تثبت وجودها وتعمل بكل ما في وسعها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في دولته. طيب أستاذ، إذا أحمد كروش بعد أن أطلق سراح المجلس العسكري الرئيس المعزول أبو بكر كيتا، يعني توقعاتكم للمرحلة القادمة للمرحلة الانتقالية، خاصة كنت تحدث أن عدم استقرار دول الجوار أكيد سيؤثر على الجزائر. يعني الآن تغيير الواقع في مالي وإجراء هذا الانقلاب من طرف عسكريين على رئيس منتخب، الجزائر يعني أدانت في بيان وأدانت أي وصول للسلطة خارج يعني الطرق الدستورية، وبالتالي الآن ربما المجتمع الدولي يعني يتعامل مع هذه مع وجود هذه السلطة ومع هؤلاء المجموعة التي قامت بالانقلاب في مالي كسلطة فعلية. نعلم أن الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي، وكذلك بالنسبة لمجموعة الإيكواد وهي تعمل جاهدة من أجل وجود حل ومن أجل الرجوع يعني في أقرب الآجال إلى يعني الطريق الدستوري أو إلى العملية الدستورية وانتخاب رئيس وانتخاب برلمان، الجزائر سوف تكون قطعا موجودة بثقلها وبعلاقتها، والجزائر كما هو معلوم أن كل الاتفاقيات التي وقعت بين يعني القبائل في مالي وبين يعني المتمردين او حتى بالنسبه للطوار الذين قاموا ضد الحكومه المركزيه في مالي من 90 الى 2015، والجزائر كانت كل الاتفاقيات 91 96 و2015 كلها كانت في الجزائر، وبالتالي للجزائر يعني وجود نستطيع القول انها لها علاقات مع كل الاطياف الموجودة في مالي مع كل القبائل لأنها كانت كلها تجتمع في الجزائر، وكذلك مع السلطة المركزية في باماكو، ولذا فدور الجزائر هو يعني في رأيي هو دور فعال وتستطيع الوصول إلى نتائج إيجابية. نعم قد نجد هناك تخريبات أو يعني من يضع يعني متاريس في تاريخ الصلح والإصلاح في مالي أو حتى في ليبيا، لكن هذا الدور الجزائري سوف يبقى فعال وتبذل كل ما في وسعها من اجل تثبيت الامن والاستقرار في
يعني كما قلنا زيادة يعني ذهاب الأمن في دول في دولة مالي خاصة هو جذب لمجموعة جديدة من الإرهابيين، ويعني يعني تقويض الأمن في مالي هو كذلك يؤثر على كل دول الجوار، يعني دول الساحل ككل، والجزائر لها حدود كبيرة وكبيرة جدا مع دول الساحل، مع موريتانيا، مع مالي، مع النيجر. أكيد يعني استقرار دول الجوار هو استقرار الجزائر أيضا. الجزائر نعم نعم، أو على الأقل أن هذا عدم يعني تقويض الأمن ووجود عدم الأمن هو زيادة وعباء إضافية لقواتنا المسلحة المرابطة على الحدود، لأن كما قلنا يعني أي ذهاب للأمن في منطقة من المناطق هو جذب آخر للجماعات الإرهابية. طيب شكرا لك أستاذ أحمد كروش الخبير الأمني على كل هذه التفاصيل، واصل نقاشي رفقة ضيفاي كل من السيد إسماعيل دبش ورياض.